بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، أسعدتم مساء في حضرة ذكرى ثورتنا المجيدة 14 فبراير. لا توجد كلمات تفي بالمناسبة، كل الكلمات تتساقط وتبقى الثورة في معناها الكبير هي الباقية، هي التي احتضنت كل الشعب الأصيل في البحرين، وعبرت بعد إرهاصات طويلة ومخاض عسير أيضا لأكثر من قرنين ونصف. كانت هناك عدة في كل تقريبا عقد أو أكثر أو أقل أحيانا هناك حراك لشعب البحرين الأصيل، لكنه في 14 من فبراير 2011 ضرب موعدا مع التاريخ وتجاوز كل الخطوط الحمراء ورمى خلفه كل المحاذير وكل الأوهام التي كانت تساق والتي كان النظام يكرس وجوده بأنه محصن ضد السقوط، وأطلق شعاره المدوي الشعب البحريني الأصيل، أطلق شعاره المدوي الشعب يريد إسقاط النظام. قد تبدو للبعض هذه مجرد شعار ومجرد كلمات، لكن ظروف الموضوعية التي انطلق فيها هذا الشعار تقول شيئا مختلفا. الكل يدرك أن هذا النظام مدجج بكل الأسلحة التي يمكنه الفتح، وكل تاريخه الغدر، ويعلم هذا الشعب أن حولنا في محيطنا كل القبائل الحاكمة هي أيضا تقف بالمرصاد لكل حركة، ليس خوفا فقط على العصابة الحاكمة في البحرين، ولكن خوفا على العصابات الحاكمة في المنطقة أيضا. ومع ذلك بكل وعي وبكل فخر أطلق الشعب الأصيل شعاره المدوي. لا يعني ذلك أن كان كل الطموح ممكنا، من الطبيعي جدا أن تتربص أنظمة البغي والعدوان والبطش بكل حراك شعبي أصيل، ومن الطبيعي جدا أن تتساوق الأنظمة الحاكمة، أنظمة القبائل الحاكمة في المنطقة لتدعم الزمرة الخليفية في البحرين، هذا أمر طبيعي جدا. ولكن استطاع رغم ذلك شعب البحرين الأصيل أن يرى العالم، أن يري العالم قدرته على تجاوز كل ذلك. هدموا النصب التذكاري للثورة اللؤلؤة، ومنعوا أو سحبوا من التداول العملة التي افترض أنها جزء من الشعارات الوطنية، العملة التي كانت أيضا تحمل شعار الثورة. ولكن تلك الدماء الزكية التي سفكت في ميدان اللؤلؤة وفي مناطق شتى مختلفة من البحرين كانت كفيلة بأن تنبت أو بأن تروي شجرة الحرية لتستمر بعطائها على مدى التاريخ. ما الذي حدث؟ أجل، لقد كانت الثورة شعبية طبيعية، ولكن وكانت تعبر عن مزاج طبيعي مختزن لأكثر من قرنين ونصف، ولكن يمكن أن نسميها أيضا كانت الثورة المغدورة. كان المهزومون أو بعض المهزومين شركاء دخلاء
بشكل أو بآخر أدعياء مع هذه الثورة، وكان لذلك بالتأكيد أثر الغدر الكبير. كان يمكن أن تنجز الثورة مرحلة كبيرة، وعلى أساسها يكون هناك تراكم ونقلة أخرى مع الزمن في تقدم شعب البحرين نحو طموحاته. ولكن للأسف الشديد ما حدث هو العكس تماما، لأن هناك من كانت له رجل مع الثورة ورجل أخرى في مكان آخر، وهناك من كان لا يؤمن إيمانا راسخا بالثورة. المعنى الذي نفهمه للثورة أنها إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. أما أن نبحث عن الفتاة هنا وهناك وفي نفس الوقت نعلي الصوت في ميدان الثورة، فهذا يعني ما حدث تماما. لم كل ما حدث كان أمرا طبيعيا جدا، ولم يكن فيه شيء خارج عن السياق الطبيعي. كان لابد للثورة أن تنجز مستوى من التطلع الشعبي، ولكن الغدر الذي حدث للثورة منع ذلك، بل وبالعكس ساهم في محاولة النظام وسعي النظام الحديث أكثر ومن حوله من أنظمة القبائل الحاكمة في المنطقة أن تشدد الخناق على الشعب البحراني. ورغم ذلك فما حدث لا يمكن أن ينسى، ولا يمكن أن يمحى من التاريخ، ولا يمكن أن يكون مجرد حدث عابر. ما حدث للأجيال سيكون درسا كبيرا عليه سنبني عليه، سيحدث أيضا تحول، ولكن بشرطها وشروطها. ومن أول تلك الشروط أن يكون هناك وعاء ثوريا. كان هناك حامل اجتماعي، الشعب كان وعاء شعبيا وحاملا اجتماعيا للثورة، ولم يبخل. قدم الشعب في ذات كبده، قدمت المرأة، قدم الطفل، قدم الشيخ الكبير، قدم الشباب، جميعهم قدموا قرابين للثورة، وهذا أمر طبيعي جدا. ولكن كانت هناك مشكلة في الحامل السياسي للثورة. الحامل السياسي للثورة لم يكن بقدر الثقل الشعبي الذي جرى التعبير عنه في ميدان اللؤلؤة، وهذا هو مسكب، وهنا مسكب العبرات. ولذلك فأي حديث عن استمرار هذه الثورة بجد يتطلب أولا أن يكون هناك إعادة نظر وإعادة هيكلة لكل الحامل السياسي بشكل عميق جدا، وأن لا تكون القاطرة الثورية يعني محملة بحمولات غير يعني لا فائدة منها، أو لا أو قد تكون أحيانا بعض الحمولات تضر بالثورة أكثر مما تفيد. هذا حديث ذو شؤون وليس هنا مكان التفصيل فيه، ولكن للشعب شعب البحرين ضرب موعدة مع التاريخ. هذا الموعد نذكر به في كل عام في مثل هذه الأيام، ولا نجد في هذه الوقفة إلا أن نعتذر. أنا شخصيا أشعر بخجل شديد، أعتقد ينبغي أن نعتذر جميعا للشهداء، أولا لعوائل الشهداء، للقيادات المخلصة والكبيرة جدا التي تقبع الآن في الزنازل الخليفية، لكل الضحايا، لكل الثكالة، لكل الأمهات، لكل الآباء، لكل الأطفال اليتامى الذين هم أبناء شهداء. وشكرا لكم.